اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ومشاهدينا الأحوال الجوية والهطولات الثلجية اللي استمرت حتى ظهر اليوم تقريبا وما بعده بقليل، وتحذيرات طبعا من تشكل الضباب والانجماد صباح الغد. حول هذا الموضوع مشاهدينا وتفاصيل أكثر معنا الأستاذ جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب، ليحدثنا أكثر حول الأحوال الجوية ويعني أخبار الطقس في قادم الساعات. أهلا بك أستاذ جمال، حياك الله. أهلا فيكم جميعا، أهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين. الله يعطيكم العافية، وبالتأكيد جهودكم مباركة، وحابين من خلال حضرتك نتعرف على يعني كيف حيكون حال الطقس خلال الساعات القادمة وصباح يوم غد الخميس. المنخفض الجو اللي أثر علينا تحرك بعيدا إلى الشرق، يعني أصبح شمال شرق وشرق العراق، ولكن تبقى المملكة هذه الليلة وغدا تحت تأثير بقايا الكتل الهوائي البارد اللي اندفعت خلفه، فعشان هيك تضعف هطولات الأمطار، تتناقص الغيوم، تضعف الهطولات كلها سواء كانت أمطار أو ثلوج، وإذا كان في هناك هطولات تصبح أمطار خفيفة وأيضا ثلوج خفيفة، وخلال الساعتين أو الساعات القادمة تتلاشى تدريجيا. الليلة القادمة راح تكون أو هذه الليلة راح تكون شديدة البرودة، الحرارة الصغرى بتكون حوالي بحدود درجة إلى درجتين، لكن درجة الحرارة السطحية بتكون صفر أو أقل من الصفر، يعني تصل إلى درجة التجمد، وبالتالي نحذر هذه الليلة من حدوث الانجماد وتشكل الصقيع أيضا، وأيضا في الآن وفي ساعات المساء ممكن يتكون الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. غدا صباحا أيضا تكون الأجواء شديدة البرودة، لكن الأجواء تصبح تميل إلى الاستقرار التدريجي، لو في أمطار بتكون خفيفة جدا وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ارتفاع درجة إلى درجتين في درجات الحرارة، ويتوقف الهطول تقريبا كليا، ويوم الجمعة استقرار تام، لكن ليلة الخميس على الجمعة مرة أخرى في سقيع وانجماد وليالي شديدة البرودة، يعني الليالي القادمة هي ليالي شديدة البرودة، سواء ليلة الأربعاء على الخميس أو خميس على جمعة أو جمعة على سبت، وتبقى الأجواء باردة ودرجات الحرارة أقل من المعدل تقريبا 5 إلى 6 أو 7 أيام قادمة. وهذه هي الوضعية الجوية، لكن السبت ممكن يكون في عندنا بعض الأمطار المتفرقة، يعني اليوم الحرارة كانت بحدود 4-5، بكرة بحدود 6، يوم 6-7، يوم الجمعة بتوصل العظمى بحدود 9 درجات، والسبت بحدود 8، والأحد 7-8، والاثنين نفس الشيء تقريبا، معظم درجات الحرارة العظمى خلال السبت والأحد والاثنين وحتى الثلاثاء بتكون بحدود 8 درجات، والصغرى بحدود 1 إلى 2 درجة مئوية. نعم. هذه هي الأجواء المتوقعة، إذا المنخفض بلشت أبعد كثيرا. نعم. خفت الحالة الجوية وتستمر تخف تدريجيا، لكن تبقى الأجواء باردة. نعم، يعني إحنا بدنا نشكرك. إلى شديدة البرودة. بدنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب. إذا مشاهدينا، تحرك المنخفض ودرجات الحرارة في انخفاض، وفي يعني أكيد حيكون في برد، فندير بالنا، والانجماد والصقيع مساء وصباحا حيكون، فكمان ننتبه، وأكيد نأخر طلعتنا ل وقت متأخر حتى يكون الانجماد إن شاء الله راح. إذن مشاهدينا، حول هذه الأحوال التي سادت خلال الساعات الماضية، تأثرت غالبية مناطق المملكة لثلاثة أيام تقريبا على التوالي بالمنخفض الجوي اللي ساد المنطقة، طبعا مع توقع ارتفاع ستزيد حدته خلال
الأيام القادمة. لكن مشاهدينا بالتأكيد كان في العديد من الحوادث اللي صارت مع هالثلوج والأمطار، حيث داهمت الأمطار العديد من المناطق وحوادث دهم ومحاصرة وانهيارات وإغلاقات في الطرق. حول هالموضوع مشاهدينا من خلال هالفيديو سنشاهد يعني أغلب الحوادث اللي صارت، ونشوف قد ايه حجم السيول والأمطار وارتفاعها كان في الطرق. خلينا نتابع مع بعض. يعني مشاهدينا الأمانة تعاملت مع تقريبا 350 ملاحظة منذ بدء المنخفض، وتم في إربد إخلاء وترحيل وإنقاذ محاصرين. كذلك كان هناك إغلاق طرق في الرصيفة، وبلدية الرمثة تعاملت مع تشقق في شارع رئيسي فيها، وكذلك تم فتح طرق أغلقتها الثلوج في البلقاء. وكذلك العقبة كانت خارج المشهد تماما، حيث لم تشهد لا تساقط ثلوج ولا تساقط أمطار، لم تشهد أي تداعيات لهذا المنخفض. أما عجلون فكان فيها هطول للثلوج ولكن دون إغلاقات، وتراكم بسيط للثلوج كان في مرتفعات جرش وغبار ورياح في الكرك، إغلاقات محدودة في إمعان والطفيلة، والأمطار أغرقت شوارع مادبة دون ثلوج. يعني سبحان الله، الغريب أنه في مناطق حتى في عمان حول بعضها جبال يكون عليها ثلوج لأنها مرتفعة، وبجانبها تماما جبال ما بيكون عليها أي شيء، فقط أمطار، سبحان الله. بدنا نروح مشاهدينا للزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا، وارتفاع طبعا لعدد القتلى رحمهم الله، ولا زالت جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وإخراج إذا كان في أحياء ما زالوا من تحت الركام ومن تحت العمارات والأبراج اللي يعني انهارت على ساكنيها سواء في تركيا أو في سوريا. الأعداد تقريبا فاقت 7000 إلى الآن أعتقد إذا كان في تحديث، لكن الأعداد تزداد يوما بعد يوم. وهناك حملات إغاثة انطلقت في تقريبا يعني عدد كبير من الدول أو في معظم دول العالم. الأردن أرسلت طائرة فيها 99 منقذ وخمس أطباء، كذلك مساعدات وأدوية، ويعني أكيد كل ما يلزم في مثل هذه الحالات. إذن مشاهدينا، الصيادلة كذلك أطلقت حملة تبرعات لمتضرري الزلزال في سوريا. الطائرة الأردنية هبطت في مطار دمشق، والمساعدات إن شاء الله في طريقها نحو المنكوبين. كذلك مشاهدينا، بالتأكيد جهات عديدة يعني أطلقت حملات إنقاذ المنكوبين. لكن مشاهدينا اللي بدنا نلفت إله يعني بعيدا عن التفاصيل، التفاصيل موجودة في المواقع الإخبارية، إنه أكيد إحنا لازم يكون لنا دور، كل من يستطيع أن يقدم يعني لمساعدة هذه الشعوب المنكوبة، الشعوب المسلمة اللي بتحتاج للعون والإغاثة ولكل مساعدة ممكن تقديمها. لكن بدنا نعرف من هي الجهات الموثوقة اللي ممكن إحنا نقدم لها سواء مساعدات مال أو مساعدات عينية، وبالبحث أكيد يعني بنقدر نوصل للجهات اللي ممكن توصل مساعداتنا. يعني إحنا إن شاء الله كمان في قادم الأيام ممكن نعلن عن الجهات اللي ممكن حضراتكم تتوجهوا إلها إذا كنتوا حابين تقدموا مساعدة. وأكيد إحنا شعوبنا هي شعوب يعني فيها الخير، وبالتأكيد نتألم لألم إخواننا المسلمين في كل مكان، ويعني نبادر دائما لتقديم المساعدة. إذن مشاهدينا، في هذه الحملة أيضا دار الدواء مشكورة قدمت مبلغ يعني دواء بمبلغ كبير لمساعدة أيضا المنكوبين في الزلازل. طبعا مشاهدينا، مرصد الزلازل الأردني سجل هزة أرضية بقوة 4.4
4 درجات بمقياس ريختر، مصدرها شمال نابلس. إذا سجل المرصد الأردني للزلازل هزة أرضية فجر الأربعاء بقوة 4.4 على مقياس ريختر. وفق المرصد فإن مصدر الهزة كان شمال نابلس وبعمق 10 كيلومتر، فيما يبعد الزلزال عن العاصمة عمان 67 كيلومتر. من جهة أخرى قال مركز الزلازل الإسرائيلي إنه مركز الهزة الأخيرة منطقة تقع على بعد 13 كيلومتر من شمال نابلس وكانت بقوة 4.8 درجات. إذا مشاهدينا حفظ الله أهلنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، وحفظ الله بلادنا، وإن شاء الله رب العالمين يرفع البلاء. إذا مشاهدينا تخيلوا، إحنا شفنا قديه المشاهد كانت مؤلمة، وشفنا مشاهد الأطفال من تحت الأنقاض والعائلات والنساء والشيوخ، ويعني مشاهد جدا مؤلمة. الإنسانية جمعاء مش بس المسلمين، تعاطفوا مع الأتراك ومع السوريين، وبالتأكيد لا يسع الإنسان في مثل هاي المواقف إلا أن يتعاطف. إلا أن مجلة شارلي إبدو، المجلة اللي سبق وأساءت للإسلام والمسلمين وأساءت للرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الرسومات اللي احتج العالم كله عليها، تشمت بزلزال تركيا من خلال رسم كاريكاتوري. طبعا الرسم أمامكم مشاهدينا تحت عنوان لا داعي لإرسال الدبابات. تخيلوا، إذا لاقت مجلة شارلي إبدو الفرنسية انتقادات واسعة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد توصف بجريمة كراهية بشأن الزلزال اللي ضرب عدة مناطق تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين. شارلي إبدو المجلة نشرت سابقا كما قلنا رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، استخدمت هالمرة تصريحات مسيئة بخصوص الزلازل اللي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى. والمجلة نشرت عبر حسابها على تويتر صورة لبناء مدمر بعنوان زلزال في تركيا، وأرفقتها بعبارة لا داعي لإرسال دبابات. يعني هذا يعني إنه يعني شماتة، وإنه ما في داعي نحارب أو نقتل، خلص هذا الزلزال قام نيابة عنا بهذا الفعل أو هذا الرسم اللي بيعبر أكيد عن حجم الكراهية والإرهاب اللي عند هؤلاء، اللي بيوصفوا حالهم إنهم هم دعاة الحرية والتقدم والحضارة والإنسانية. فهذه بالتأكيد هذه الأفعال تدلل على حقيقتهم. إذا مشاهدينا بدنا نروح لاختيارنا الأخير ضمن مختاراتنا لليوم، ومنذ 53 عام أردني يرمم 200 ألف نسخة من المصحف الشريف. إذا يجتهد الأردني محمد العياصرة منذ عقود في المحافظة على المصحف الشريف، آخذا على عاتقه القيام بمبادرة شخصية لجمع النسخ التالفة من المصاحف وإعادة ترميمها. العياصرة الذي يبلغ من العمر 75 عام، أطال الله في عمره وجزاه كل خير، أنجز حتى اللحظة ترميم نحو 200 ألف نسخة مصحف. طبعا اعتبر أن من يحرق القرآن هو إرهابي يسعى لكسر خواطر المسلمين، وأطلق الرجل مبادرته منذ عام 1970 بمسقط رأسه بمدينة ساكب التابعة لمحافظة جرش شمال الأردن، في مكان لا تتعدى مساحته بضعة أمتار مربعة. ورغم تقدمه بالسن يجد العياصرة متعته في عمله منهمكا لنحو 12 ساعة يوميا، وممسكا بعشرات النسخ من المصاحف ليقوم بإعادة ترميمها وتوزيعها مرة أخرى محليا وخارجيا. طبعا بدنا نوجه أكيد تحياتنا وشكرنا وتقديرنا لهذا المواطن الأردني محمد العياصرة على هذا الفعل. إذا مشاهدينا بهذا الاختيار بنختم معكم أولى فقراتنا لليوم والمختارات، وسنكون الآن مع الأستاذة سنة السالم وموضوع مهم حول الانتباه للمشاعر إذا وصلنا إلى مرحلة الاعتياد. متابعة طيبة.